يلا تعالى ورايا. لا 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 ما ينفعش حد... ما ينفعش خالص ما ينفعش. وانت بتناقشنا انا؟ لا حضرتك عشان بس هو ساعات الباشا قال التعليمات بتاعته والاوامر ان انا يعني ما تعتمد. هو انا عايزك تحب في ايه يا بني ادم؟ كاس الويسكي يعني. تعالى لم الازازه اللي اتكسر ونضف الارض. يلا السلام عليكم. هو انت طول عمرك كده يا محروس؟ طول عمري ازاي كده يعني يا محروس؟ طول عمرك يعني بتنفذ الأوامر وبتخدم الأسياد؟ والله ده من بختي يا أستاذ. هو في سعادتك يعني أحسن من خدمة الأسياد؟ هو أنت مبسوط وبتفتخر إن طول عمرك مقضيه عبد في خدمة البشوات والهوانم؟ أنا قلت خدمة الأسياد سعادتك، أنا ما قلتش البشوات ولا الهوانم. يا سلام، ويا فرقة إيه؟ مش فاهم، مش هما دول أسيادك؟ لا معلش، هو لا مؤاخذة بس عشان الكلام دخل في بعضيته غلط كده، ف يعني سعادتك انا 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 خادم ضريح، واخد بال سعادتك، واصحاب الاضرحة دول اسيادنا وخدمتهم يعني محبة ومحبة لوجه الله. خادم ضريح، اما انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ وبتعمل ايه اصلا مع الباشا؟ مش بتسمع كل اوامره؟ اكتب العقد يا محروس. حاضر يا سعادة الباشا. اقعد زي الكلب يا محروس، ما تتحركش، تفضل زي الطوبة. طلق يا محروس. حاضر سعادتك. هو العبد الأسود بتاع زمان كان بيعمل ايه غير كده؟ ها؟ العبد كان بيعمل ايه؟ العبد كان بيعمل ايه يا محروس؟ رد. طب اعمل زي الجارية حضرتك. جارية ايه؟ الجارية. اصل هما كانوا بيحكوا لنا برضه في حواديت زمان ان الجارية دي زيها زي العبد لمؤاخذة، فيعني يعني يشيلوها كده ويحطوها زي الطوبة برضه. يعني مثلا واحد من البشوات يكون غاويها فياخدها، فبعد كده يزق منها فيرميها، وبعد كده ياخدها تاني لما يعوزها، وبعد كده يزق فيرميها، يعني وفي ثالث مرة بقى لما يزق خالص بقى يرميها للعبد. انت حيوان. مش عيب استهان من الراجل يبقى خدام شغله واكل عيشه، هو بس العيب انه يبقى خدام وما يبقاش راجل. اه يا زفت، سيب ايدي. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، معلش اصل انا مؤاخذة. انت اصلا كداب، شغلك واكل عيشك ملوش دعوه بالجوازه الغبيه دي، انت خدام للقرش وبس. يا ستي انا الزفت بتاع النيله نفسها. بس خلينا في ايدك دلوقتي، معلش معلش. طب بالراحه بالراحه، سمي بس كده وبالراحه يا ستي. حاضر، معلش معلش. بالراحه. حاضر حاضر، بالراحه. مش سليمه ان شاء الله؟ بالراحه. حركي بس صوابعك يا ستي، حركي صوابعك. بس حركي صوابعك كمان، سمي كده وحركي صوابعك. بسم الله بسم الله، الحمد لله الحمد لله زي الفل، الحمد لله الحمد لله. يا بالشفا ان شاء الله. حاضر حاضر. أنا اللي أنا اللي بالراحة بزيادة بقى حضرتك، ده تعمل جوان اتعميت. يا ابني مالكش فيه، وبعدين ده مسكن الألم. عشان أنا بتألم موجوعة. ألف سلام طبعا يا مؤاخذة، عشان أي بالراحة بقى. على أساس بدم بس هو يعني بيخفف الالام وبيخف لنا الباقي. ما تضحكي خلاص ولا حاضر، اتفضلي يا ست اهو. يا مؤاخذة انت عمرك ما حششت قبل كده؟ حششت فيك من يكتب السر ولا انت قلابه؟ اصل كل شويه لا مؤاخذه، فيعني والله انا ممكن اقول لك دلوقتي سر ما قلتوش لوزة. وزة مين؟ عارفه كيمو؟ انت ايمو؟ خلاص مش هقول لك. ها؟ خلاص والله ما هقول لك ده كلام، والله العظيم ثلاثه ما قلتوش من يجي 15 17 سنه كده.
ايه بقى هو؟ يعني على اساس ان احنا بقينا ابو نسب يعني. ليلى يعني ليلى 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 ليلى. قول بقى حششت. اللي واقف بيكلمك ده العبد لله عمل الكفت كله. بس زمان بقى الكلام ده في الثمانينات. كنت فين بقى في الثمانينات؟ كنت انت لسه مشروع. ده حشيش، ده كان حشيش بقى ايامها مصطفى السني. السني كان بيبيع بقى ايه عامل زي القرن كده بكاريتا على طول بريال، وتعدي الناحيه الثانيه تروحي بقى لايه للمعلم وجدي وتاخدي احلى واجب وبتاع. ومين بقى اللي بايه بيسقي؟ كان شكل. اه والله ده كان زمان بقى. واللي ايه لو مثلا حد مثلا يكون ايه له مزاج بقى بيعته ويفرم في العجل. اه بقى فاهم، كان من تنول بقى وقتها والحاجات دي. وكان ايه يروح لمين بقى؟ لكتكت في الجياره. اما بقى لو بيحزي ميه صفرة يعني. ما تشغليش بقى. المهم يعني كان ساعتها بقى في مين؟ كان في سامي. ها معلم سامي اللي هو في كلود بيه. ها او مثلا دبشه. دبشه بقى كل شويه الحكومه تروح تهدي له بيته، وبعد كده ابني تاني ونروح له برده. ومره نطينا من ثلاث دور عملنا الكفت كله حضرتك. وده حشيش ده. ها دي كانت ساعتها لما تعملي مثلا كده. الله تلاقي ال يطلع لك ال ليه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ شفتي بقى وقعتينا في الغلط يا لهوي. بس الحمد لله كان زمان بقى الكلام ده، وبعدين ربنا تاب علينا. هو بالك بس يا ابني الحشيش ده اصلا مش حرام. يا الله. ايوه ازاي بقى يا أست الشيخ؟ ده زرع. عارف الزرع؟ زرع نبات. طب انا هقول لك البصل. تعرف البصل حبيبي؟ بيعملوا منه الويسكي. مش حرام؟ لا احنا هنفتي. بقول لك ايه، احنا كفايه خلينا في ايه في حزمه المعاصي الزغلله دي. بلاش ال هنفتي بقى حلال وحرام، وهنخش في ال ونخبط في العيله. خلينا حلو كده. لا هو حلو، هو حلو. وحتى ستي لو مشبوه بقى مكروه، وهو ثلاثة مكروه ما يعملوش واحدة حرام؟ الله لا مش عاجبك وزني بره. لا إله إلا الله، والله العظيم حاجة يعني. طيب احنا كده الحمد لله، والصوابع المرمر زي ما هم، والحاجات الحلوة زي ما هي اهي. واحنا بقى ايه نقول الحمد لله جت سليمة. جت سليمة القعدة كلها بقى في الظروف اللي السلام عليكم. يلا. انت اتجننت والله العظيم. انا ما قلت لك اتعبيتك. انا اتوكل على الله. رايح فين؟ اروح مالي؟ ايوه بس تروح فين؟ اروح كده كده. اللي هو فين؟ كده اللي هو كده وكده يعني. راح فين؟ ايه رايح انصرف. اعمل ايه؟ رايح هناك. رايح عشان تكمل الحلم؟ حلم ايه ده؟ ايه هو الحلم؟ مش فاهم، مش فاهم قصدك. حلم ايه؟ لما طلعت لك بره عشان ادي عليك، كنت واقف بتحلم وتقول هلاوس، وبتوصف عيون باحلى كلام في ضي القمر. لا والله انت متابع الحوار من اياميها؟ ايه؟ عين مين اللي كنت بتوصف فيها محروس؟ مش سامع. عين مين اللي كنت بتوصف فيها يا محروس؟ عيني انا؟ هو حل من اتنين، يا اما دقت زار عند سعديه البرنس تخرج روح محروس ده من جناب حضرتك، يا إما شيخ مبروك كده يعمل لك عمل يفك الحكاية ويفسر لك الأحلام. ياه كل ده سرحان فيا أنا؟ ولا دي خطوة حشيش؟ يا بتاع الحشيش؟ لا مش ما فيش حشيش ولا حاجة. أنا تمام زي الفل الحمد لله. أنا بس ما تبررش يا محروس، أنا فاهمك وحاسة بيك.
انت انسان من حقك تحلم، من حقك كمان انك تحقق حلمك. الست اللي جوزوها لك وحطوها بين ايديك وجات لك فرصتك ليله واحده، وخصوصا وانت عايش ظلم طول حياتك. لا هو وكف الله الشر، ما فيش اي ظلم ولا اي حاجه، الحمد لله نعمة وفضل الله. بس انت مفيش ظلم، مفيش اي ظلم يا استاذ. انا مش عنبي محروس، انا مرادك، مرادك يا محروس. عمرك مفيش حاجه اسمها جواز على الورق وخلاص، ده اسمه غش واستخفال واستهبال. وانا كمان ما اقدرش اشوف راجل بيتداس على حقه وافضل اتفرج عليه وكمان اشارك في ده. محروس انا مش كده، ده ضد مبادئي، فاهمني؟ انا مش مظلوم، انا مقطوع علي عهد مع الباشا، وانا اللي اعرفه ان الراجل بيتربط من لسانه وما فرطش في وعده. والسلام عليكم. انت فعلا خدام كلاب، واطي وهتفضل واطي. واطي؟ واطي؟ ايوه واطي، ده اقل وصف يليق بيك. جات لك فرصه لحد عندك انك تتحرر من القيود والناس اللي بتدوس عليك بالجزم، وبرضه عايز تفضل واطي، وجاي في الاخر تعمل فيها الذكر، وجاي تكسر ايديا عشان قلت عليك عبد. لكن انت في الحقيقه واطي، واطي. انت نصابة. انا نصابة؟ نصابة استغل الغلبان بالغنى بتاعك، الظلم والحلم والحق والبطيخ، كل ده في الاخر بلح. اشتغلت نصابة. انت بتستعبط عليا ولا ايه؟ اتسطلت عليا؟ لا اتجننت؟ انت اتجننت عليا واتسطلت؟ لا وانت صادقة، انت اللي ضاربه ومعميه وطلبت معاك يا بهزه بلدي شويه طرش على قرن فلفل. وانا لو عبد واطي كنت نخيت تحت رجليك وقلت لك اتفضلي بالهنا والشفا. ياه، طب ما انت فاهم اهو وحاسس، بس بتستعبط مش كده؟ يا سلام، طب انت كمان بتستعبط اهو. بصي بقى لي قد ايه قرص عليكي، ولا اتوجعتي ولا صرختي ولا اتكسر لك عظم. عشان انت غبي، عارف ليه؟ عشان في وجع بيكسر وفي وجع بيداوي. فاهم ولا عاملين فيها ذكر؟ فين رجولتك؟ صاحب كلمة عامل فيها ذكر فين؟ يا شيخة تهدي بقى، الله يخرب بيت شيطانك. راجل راجل هوريك دلوقتي رايلع ولا ولا أي نيلة زرقاء. بصي اللي حضر العفريت يستحمل جنان أهله. بس انت هتفتي دلوقتي عنك انت الطلعه دي، والنبي عنك انت الطلعه دي. بس بقى محروس حق يا مولانا. حجك حجك يا محروس. انصرف بقى كلكم، اسمعي بس اما اقول لك. حجه